السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نموذج الفرد الأول، الدورة الثانية، مادة الصرف والتحويل، المستوى الخامس. السؤال الأول، أملأ الجدولين بما يناسب. الجدول الأول، نبحث لكل فعل عن مصدره. الأفعال: خرج، انتصر، طبع، أقبل. الجدول الثاني، لدينا المصادر ونبحث لها عن أفعالها: ترحيب، التقاء، إنجاز، سؤال. السؤال الثاني، أحول الكلمات بين قوسين إلى المثنى. لعب، الولد. سأقوم بتحويل كلمة ولد أو الولد إلى المثنى. تسلقت الشجرة. سنحول الشجرة إلى المثنى. أعطيت الكرة للولد. سأحول كلمة الولد للمثنى. السؤال الثالث، أضع خطا تحت كل جمع مذكر سالم وخطين تحت كل جمع مؤنث سالم. ينجح العاملون المجدون في الحياة. الطالبات مجتهدات. يتعاون التلاميذ والتلميذات في مساعدة الآخرين. وضعت الصحون الجديدة في المطبخ. السؤال الرابع، أحول الجملة التالية إلى المثنى المؤنث والمثنى المذكر والجمع المؤنث والجمع المذكر. هو مهندس ماهر يخطط التصاميم. سنحولها إلى المثنى المؤنث ثم المثنى المذكر والجمع المؤنث ثم الجمع المذكر. السؤال الخامس، أعرب، قرأت صفحتين من الكتاب.